بسم الله الرحمن الرحيم. كما قلت يا أخي، المقاتلون يقلعون شوكهم بأيديهم. بسم الله الرحمن الرحيم. هيا أركوت، لماذا لا تذهب وتعرف أين هو السيد عثمان الآن؟ حسن سيدي. أركوت عبارة عن شبرين، وشبر منه معدة. ما نراه منه شبرين يا أخي كونور، لكن تحت التراب يوجد مترين. أعرف يا أخي بوران، أعرف. قلت إن شبره معدة، لكن الشبر الآخر قلبه الخالص. معك حق. عندما جئنا إلى قبيلتك استضفت سيدنا وأعطيتني خيمتك، وأنت هذه الليلة ضيفي في خيمتي. لن تذهب إلى أي مكان يا صائد الوحوش. سلمت يا كونور ألب، أساسا لا أنوي الذهاب إلى أي مكان. ما شاء الله على شجعاني. خيرا يا أركوت، هل تقلق أن نكون أكلنا حصتك في الطعام؟ خيرا. حسنا، اجلس أنت. خيرا سيد بامسي. أبنائي، عثمان مشغول قليلا بمسألة خاصة، والآن لا يليق بعرف المقاتلين البقاء طويلا حول المأدبة. لهذا السبب هيا لنبدأ. هيا هيا أبنائي، هيا. بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل بني. سلمت سيدي. بسم الله الرحمن الرحيم. هل تليق الدموع بابنة السيد آيغول؟ أنا لست إلى جانب عثمان بينما يسيل دمه. إذن اذهبي، اذهبي إليه. لقد أسال دم أخيك وأنت هنا تبكين عليه. هيا اذهبي. بورشين، هذا يكفي، لا تضغطي علي أكثر، أرجوك هذا يكفي. ربما عيناك لا ترياني سوى عثمان، لكن عينيه لا ترياني سوى المدعوة بالا. لم يدخل أحد سوى عثمان في قلبي منذ أن وعيت على نفسي يا بورشين. وماذا حصل يا آيغول؟ هل سمعت كلمة حلوة منه قط؟ هل رأيت ضحكة؟ هل استحق الدموع التي ذرفتها من أجله؟ أجيبي يا آيغول. يا إلهي، امنحني قوة التحمل، أو خذ روحي هذه، أتوسل إليك، خذها لكي أرتاح.